بحكم الحياة القديمة باليوزوك، بحكم الحياة المتوسطة ميسوزوك، بحكم الحياة الحديثة سينوزوك. احنا بالنسبة لنا بقى في الجزئية النهاردة، شغلنا النهاردة طبعا صعب جدا تلاقي العمود الجيولوجي كله في مكان واحد. احنا بالنسبة لنا النهاردة في شغلنا بنشتغل جزئين، اللي هو العصر العلوي من حكم الحياة المتوسطة اللي هو الطباشيرة والكريتيشيوس اللي احنا واقفين عليه حاليا. بيجي بعد الكريتيشيوس في عصر الباليوسين مش موجود هنا، وبعد كده عصر الايوسين ولوجوسين. ايوسين ولوجوسين هي الصخور البيضاء اللي كنا اول ما دخلنا في الجبل كانت موجوده، وهي هنا بعيد ممكن ننهضها وممكن ما ننهضهاش حسب ايه شغله. واضح؟ بس اللي احنا عاوزين نعرفه دلوقتي ان يبقى في دماغ ان انا دلوقتي في عصور في صخور اتكونت من اكتر من 65 مليون سنه. يعني من 65 مليون سنه كانت المنطقه اللي احنا فيها ده هي بقاع بحر، وتكونت الصخور دي اللي هي الصخور الرسوبيه اللي بتكون عن طريق البحر. تاني حاجة بقى اللي بيميزني الصخور دي الصخور الرسوبية، وجود حاجة اسمها الأحافير، اللي هي ايه؟ الأحافير أو الفصل اللي انتوا خدتوهوش مش حفريات، اسمها الأحافير. الأحافير دي عبارة عن بقايا أو آثار لكائنات حية ماتت واندفنت داخل الرسوب، داخل الصخور الرسوبية أو الرسوبيات عبر أزمان جيولوجية. وده أول حتة، يعني من أجمل الحتت اللي فيها طبقات أحافير هي الطبقة اللي احنا فيها. شايفين الطبقة السوداء دي؟ لما نطلع عندها ان شاء الله هتشوفها منظرها غريب جدا، وتبقى تقولوا لي هي ايه. انا مش هسبق، ولكن لما نشوفها كده هتلاقوا الطبقه اللي احنا شايفينها السوداء دي، هتلاقوها حاجه ايه؟ شيل. ما انا بقول لما تطلع بقى، لان الشيل ما بيبقاش صلب كده، هنشوفها مع بعضها. واضح يا شباب؟ وفي المعادن اكتر معدن هنلاقيه الجبس، وهنلاقي معدن ايه؟ الكالسايت. الكالسايت. فاحنا هنطلع بعض من تحت اهو نبص لبعض. لو بصينا بقى شفنا الحته اللي في الوش دي على طول، في طبقة بيضاء، ايه اللي حصل فيها في الحتة دي؟ طي او ميل. ميل او مستعرية. جدسية. خاصة ايوه. طب عشان اشهرة بقى على زمايلي. اه ماشي ماشي. فصل انت حاجات طالعة لفوق. ايوه برافو. انتوا خدتوا حاجات الصداع؟ ايوه. هو الصداع عبارة عن طبقة واحدة كده. حصل فيها كسر، حصل ايه؟ ازاي؟ احنا لو بصينا كده شايفين الطبقة البيضاء الشريط ده؟ ان هي كانت مرتدة كده، كانت المفروض تديني ماشية في نفس الوقت. حصل كسر فنزل الجزء اللي هو على ايد اليمين كده، وعملت المسافه دي تماما نفس الازاحه. وممكن نقيسها في الجبل. دي هنطلع من اول حاجات هنشوفها، نقف عندها نشوفها كويس، وبعدين نبتدي بقى نبص نشوف ايه السمات المميزه للحجر الجيري والحجر الطفله والحجر ايه؟ الرمل. ثلاث حاجات. يبقى احنا دلوقتي هنتحرك مع بعض بالراحه كده، وفي هدوء هنطلع، بلاش من فوق كده لان دي جزء، في جزء من تحت كده سهل اهو. هنطلع عند الجزئيه دي، نقف عندها نبص نشوف الازاحه ممكن نقيسها. تاني حاجة إن دي نشوف نوع الحجر اللي مكون الجزء ده. واضح يا شباب؟ نتحرك مع بعض كده في أمان ونمشي.